شوط ينقضي واخر يتجدد بتجدد روح الحيوية والنشاط لدى الاخوة ملاك الهجن. شوطنا العاشر الذي ينطلق قبل قليل والمخصص لفئة الابكار المهجنات، نتابع معكم هذا التحدي لنبدأ مع المركز الاول وانطلاقة هملولة لعبيد بن غدير بن حمدان اليحافي. المركز الثاني يتابع سجة لمحمد بن هاشل بن راشد الخاطري، بينما المركز الثالث نقلتنا على ثالث المراكز مع انطلاقة مياسة لمحمد بن راشد بن حريحر المزروعي، والمركز الرابع حضور سمحة لمسلم بن محمد بن حميد الجنيبي. انتقل الى المركز الخامس شباب على خامس المراكز لسيف بن عبد الله بن سيف الشافعي، والمركز السادس في هذه اللحظات مع الحذر لسالم بن سعيد بن منانة الاشتبي. ما شاء الله نقلتنا الى سابع المراكز مع حضور الاتحادية لعلي بن سالم بن خلفان الاشتبي، والمركز الثامن مع التقدم والحضور وانطلاقة الشايبة لاحمد بن عبد الله بن محمد من سبعين المحرمي. المركز التاسع الفايزة لعبد العزيز بن سيف بن علي بكليب الاشتبي، والمركز العاشر أرجوان لمحمد بن علي بن حميد الوهيبي. هكذا كان نداؤنا الأول خلف المراكز العشرة المتقدمة، خلف هذه الشعارات وخلف هذه الأسامي المتميزة هنا على أرضية ميدان التلة. أعود من جديد إلى المركز الأول وأتابع التنافس على مقدمة البداية. هملولة لا زالت تسيطر على المركز الأول لعبيد بن غدير بن حمدان اليحافي، ما شاء الله في قيادة هذا الانطلاق الرائع. المركز الثاني تأتينا الملاحقة وتأتينا المطاردة مع انطلاقة مياسة لمحمد بن راشد بن حريحر المزروعي. ما شاء الله يعلن المطاردة القوية لناموس المركز الأول. سجه على المركز الثالث لمحمد بن هاشل بن راشد الخاطري الثلاث اللي بهنزان اللقاء، وانفرد انفراد كلي عن بقية المراكز بموقع واحد للتنافس على المركز الأول والصدارة، بينما المركز الرابع أتابع شبابة لسيف بن عبد الله بن سيف الشافعي. خامس المراكز أرجوان لمحمد بن علي بن حميد الوهيبي، والمركز السادس الوصول من سمحة القدوم من سمحة لمسلم بن محمد بن حميد الجنيبي. سابع المراكز يأتينا التدخل من الشايبة لأحمد بن عبد الله بن محمد بن سبعين المحرمي، ما شاء الله. وثامن المراكز مع الحذرة لسالم بن سعيد بن منانة الاشتبي. المركز التاسع تتقدم معنا في هذه الانطلاقة الفائزة لعبد العزيز بن سيف بن علي بن سويلم الاشتبي. أما المركز العاشر فالقدوم والوصول مع انطلاقة مرضية لمحمد بن حمد بن حميد الدرعي. هذه مراكزنا المتقدمة من جديد ضمن الشعارات، لم يحدث أي تغيير، الشعارات لا زالت نفسها بالمراكز العشرة المتقدمة، هي نفس الشعارات. أعود مع المركز الأول. الله يا اليحافي على هذا الحضور الرائع.
بالمركز الأول مع انطلاقتهم الأولى. عبيد بن غدير بن حمدان اليحافي يسيطر على الأمور، يسيطر على المركز الأول والبداية ضمن القيادة القوية، لكن المركز الثاني أتابع الهجوم، هجمات تتوالى وهملولة تقاوم تيارات الضغط، لكن مياسة لمحمد بن راشد بن حريحر هنا من يتقدم على المركز الثاني المزروعي، والمركز الثالث سجه لمحمد بن هاشل بن راشد الخاطري. ما شاء الله وتبارك الله على هذه الأسماء. 1500 متر يا مضمرين يا مالكين، 1500 متر الباقي والمتبقي عن خط النهاية. أرجوان على المركز الرابع لمحمد بن علي بن أحمد الوهيبي، المركز الخامس مع الشايبة لأحمد بن عبد الله بن محمد بن سبعين المحرمي، والوصول من مشكورة لأحمد بن مبارك بن يمعة الخيالي. هذه نتيجتنا. أيضا بن برقان قادم، ولكن عود بي مع المركز الأول. هنا هملولة اللي قادت الشوط منذ البداية، وهي تسيطر على المركز الأول والصدارة. ما شاء الله وتبارك الله. السلام يا حافي حتى هذه اللحظات مع الانطلاق الأول مع المركز الأول. بسم الله تبارك الله على هذا الحضور الرائع. هملولة إذن في مقدمة التحدي لعبيد بن غدير اليحافي. سجع المركز الثاني مع محمد بن هاشل بن راشد الخاطري. ما شاء الله وتبارك الله. روح اليحافي والعصاب الابطان، روح اليحافي وعصاتها قوس. ما قالوا له شيء، ما كلموها، ما حركوها، ركضها تلقائي. الله بسم الله ما شاء الله. طارت هملولة مع الناموس، مع المركز الأول، مع الانطلاق الأول لأبناء السلطنة هنا مع المركز الأول. سلام يا أبناء عمان، تهانينا والناموس، تهانينا لعبيد بن غدير بن حمدان اليحافي على فوز هملولة بالمركز الأول. سلامي عليك يا عبيد. المركز الثاني سجل لمحمد بن هاشم البراج الخاطئ، المركز الثالث لأحمد بن مبارك بن يمعة بن مغير الخيالي، والمركز الرابع كان من نصيب مياس محمد براج بن حريحر المزروعي. أما المركز الخامس حضرت فتوى لسعيد بن سالم بن سعيد بن صالح المزروعي. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود بالتهنية والناموس لعبيد بن غدير بن حمدان اليحافي على فوز وانتصار هملولة بالمركز الأول وتقديمها هذا العرض الرائع في هذا الشوط. هملولة اللي قامت راس وانهت الشوط راس. حضرت تقييد زمني مقدارة 9 دقائق 16 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهنينا والناموس لك يا راعي هملولة، والسلام يا السلطنة سلام. المركز الثاني سجه حضرت توقيت 9 دقائق 18 ثانية وفاء وتماما. تهنينا والناموس لمالك سجه محمد بن هاشم بن راشد الخاطري على هذا الحضور الرائع. بينما المركز الثالث اللي حضرت مشكورة لأحمد بن مبارك بن يمعة الخيلي، حضرت توقيت 9 دقائق 20 ثانية وفاء وتماما. تهنينا والناموس لك يا مالك مشكورة. هكذا كانت المجريات والمعطيات. تهنينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم.